لكن الكفيف أثبت للعالم أن الحاجة هي أم الإبداع وأصل الإبداع. ولا يمكن للمعجزة أن تتحقق ما لم يكن هناك تحد حقيقي. وتحدي الكفيف هو من نوعين: تحد اجتماعي وتحد للإعاقة. ولكن مع الكفيف كانت الإعاقة انطلاقة لغد أفضل ومستقبل زاهر، ليس على المستوى الشخصي بل على المستوى الثقافي والاجتماعي، لما فيه خير البلاد والعباد. أهلا ومرحبا بكم سادة الأفاضل في احتفالنا باليوم العالمي للعصا البيضاء، والتي كانت وما زالت خير مساعد للكفيف في حله وترحاله. وخير ما نبدأ به مراسيم حفلنا تلاوة مباركة للذكر الحكيم، تلاوة مباركة من الذكر الحكيم يتلوها علينا القارئ صدر الدين حسين، فليتفضل نستقبله بذكر الصلاة على محمد وآل محمد. ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم.